اسمي إيناس عادل من مدرسة الريان الأهلية. مشروعي عمل صناعة الورق من روث الحيوانات. بدل نصنع الورق من الأشجار نقدر نصنعها من روث الحيوانات واللي هي مادة السيلوليز الموجودة بنفس الأشجار موجودة بروث الحيوانات. هالمشروع كان موجود أول من روث الفيلة، بس اللي أنا ضفته إنه موجود كمان بروث الأبقار وبروث الأحصنة وبروث الجمال، وهو شيء موجود عندنا بكمية كبيرة بالشرق الأوسط خصوصا بالسعودية. مع هذا المشروع نقدر نحفظ بيئة أفضل للحيوانات وللبشر، وإحنا نحتاج ورق أكثر ونحتاج للأشجار بنسبة كبيرة لسبب مشكلة الاحتباس الحراري ومشكلة ثقب الأوزون، ولأننا كمان آخر جيل ممكن يقدر يحصل على الماء والهواء بشكل صحي. طيب شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.